عن السياسة والحرب والمستقبل عربياً ومصرياً، ولازم نتفاعل مع بعض. كيف تتم المواجهة؟ مصر استعادت قوتها الإقليمية في المحيط العربي والمحيط العالمي. مفيش قاطرة للتقدم في أي بلد في العالم غير الثقافة. النهاردة إحنا عندنا الفرصة دي تجاه قوم كبير جداً للفنون والثقافة. هل هناك من يعاني من الفقر المدقع في أوروبا؟ في الولايات المتحدة نعم، في أغنى دول العالم نعم. في تعاون ما بين قوى الشر. لماذا هذا التمييز في المعاملة؟ لبناء العقل والوعي والوجدان. الأديان تتوافق ولكن لا تتطابق. صوتاً لمن لا صوت لهم. بنؤمن إيمان كامل إن إحنا هنا لخدمة المجتمع المصري. نخبة من المفكرين وخبراء السياسة يحللون الأحداث وينيرون الطريق للرأي العام ولصانع القرار. حديث العرب من مصر الخميس 7:00 مساء على قناة مصر الأولى.